السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي مرشحات قواعد وأدب اللغة العربية للصف الثالث متوسط، مهمة جدا مرشحات، إن شاء الله تستفادون من هذه المرشحات. راح بس أخليكم تأخذون صور يعني تأخذون صورة وطلبتوه من عندي للدور الثاني. أكو قسم من المتابعين طالعين باللغة العربية، فهذه راح اصور لكم ورقه ورقه وانتم اخذوا لها صور، راح اشوفكم اياها. يلا عيني، هاي الورقه الاولى. هذا اسم الفاعل،